انتوا عارفين لو حقل ظهر ده مش موجود دلوقتي وداخل الخدمة وبيقدم لنا طاقة بالتكلفة اللي احنا بنتكلم فيها دي، انا مش مبالغ، وكنت اتمنى ان انا اسمع ده من زمايلنا اللي العاملين في هذا المجال. صدقوني ما كناش هنقدر نشغل محطات الطاقة الكهربائية اللي عندنا، لان تكلفة الغاز سنويا اسف شهريا 2 مليار، اللي هو 2 مليار دولار. انا عايز اقول تكلفة تشغيل المحطات ديت بان احنا لو بنجيب غاز من بره هنجيبه تقريبا ب 2 مليار دولار، يعني في السنة ب 24 مليار في السنة فقط لشراء هذه هذا الغاز اللي انا بتكلم عليه. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا يكون لطيف بينا خلال الظروف ديت اللي احنا ما كناش عارفين ان احنا هيبقى عندنا تسعير بالشكل ده. اوروبا سعرت على الثمن الحقيقي، الناس ما استحملتش ومش مستحمله، رغم ان هم كشعوب دخلهم اكتر مننا بكتير، هم اغنى مننا بكتير، لكن بالرغم من كده هم بيعانوا. احنا حاولنا ان ده ما يحصلش، وبالتالي ما عكسناش اسعار الطاقه على المواطنين. مش كده وبس، انا عايز اقول لكم ان في 17 مليون وحده، دي الخمس شرائح الاولانيين، مش عارف السيد وزير الكهرباء موجود ولا لا، يعني الخمس شرائح دول تقريبا بياخدوا على التسعير الغاز القديم ل 2.5 و 3 دولار للوحده ب 50% من ثمنها اللي انتم بتعتبروه ضاغط عليكم. طب ما لو هي بقى بتمن الوحده 50 و60 و70 كانت ناس هتعمل ايه؟ وكنا هنجيب ده منين؟ انا بقول لكم ما كناش هنقدر، لكن ربنا سبحانه وتعالى بحكمته ولطفه عنا على ده. انا بقول لكم الكلام ده عشان نبقى يعني واثقين من نفسنا، وكل الكلام اللي ممكن يتقال لكم يخوفكم ده كلام انتبهوا ليه كويس. فاول حاجه احنا حريصين عليها ان احنا ما نعكسش تسعير لا الطاقه ولا السلع بتمنها الحقيقي على الناس، وده الحكومة اشتغلت عليه، ويمكن حزمة إجراءات الحماية اللي اتعملت اللي احنا أعلنت عنها من أول هذا الشهر يمكن تكون داخلة في هذا الإطار.